عوض، حضرتك كنت من الذين دعوا لاجتماعات عديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تكنولوجيا تصنيع مشتقات البلازما، والرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بهذه القضية، لكن طرحت اليوم من الرئيس السيسي أيضا بحكم حجم التعقيدات التي تعترض هذه الصناعة، وأننا سننجز شيئا على الأرض خلال سنتين، والمسار الآخر مرتبط بتصنيع أدوية الأورام. ما الذي أنجزناه على الأرض في هذين المسارين، ولماذا هما بهذه الدرجة من الأهمية الاستراتيجية أيضا؟ درجة الأهمية لأنها أدوية فيها تكنولوجيا عالية جدا، فيها تصنيع عالي رفيع المستوى، فيها أمان وحساسية ودقة في متناهية للغاية. فأنت عندما تطرق هذه الأبواب خرجت من الشكل التقليدي إلى الشكل الأكثر تعقيدا والأكثر خبرة والأكثر علما والأكثر جودة، يبقى أنت بتوصل إن شاء الله بإذن الله إلى قمة التصنيع الدوائي. وموضوع البلازما سيادة الرئيس قال، وأنا بأكد لحضرتك على كلام سيادة الرئيس، إن خلاص مصنع إنتاج البلازما بدأ، التعاون مع الشركة العالمية عقد بالعقد التعامل، وبدأنا في التطبيق ومدة التنفيذ بدأنا فعلا، وبدأت المراكز وفي صور منها عرضت النهارده مراكز تجميع البلازما، والشركة كانت بتفكر إن عمال ما ننهي المصنع ونوصل لإنتاج هناخد 5 سنين، وبالتسهيلات التي وجريات، والسيادة الرئيس قابل رئيس الشركة واحنا كنا حاضرين، اختصرت المدة من 5 سنوات إلى 2. الشق الثاني بقى أدوية الأورام، دي أدوية برضو أنا مش هتكلم عن الثمن لأن الثمن هنا مش مهم، المهم إن حاجة تبقى متوفرة وبجودة، وإن شاء الله بدأنا في دراسات، بدأنا من النهاردة، إحنا في دراسات سابقة، لكن بدأنا دراسة كبيرة جدا من لحظة ما خرجنا من اجتماع سيادة الرئيس، وبدأت مع زملائي مفاوضات ومناقشات كيفية، احنا عندنا بعض الخامات الدوائية البسيطة، ولكن هنبدأ إن شاء الله. طبعا ما فيش حتى في العالم بيعمل كل حاجة، صحيح، يعني سيادتك حتى الدول العظمى والكبرى والشركات العملاقة بتعتمد في بعض الحاجات، لكن لما يكون عندك بقى منتج تقدر تنافس بيه وتبادل بيه تجاريا وتبادل بيه فنيا وعلميا وطبيا بتبقى حاجة كويسة أوي. فأنا إن شاء الله هنعمل دراسات هنعرضها على سيادة الرئيس، وسيادته بيدي دفعة كبيرة جدا للإنجاز والعمل بدقة والعمل بكل، وفي سيادة الرئيس دايما دي كلمة يقول لك ما يعني قضية التمويل مش هي العقل، صحيح، واحنا عندنا كوادر وهنقعد ونتبادل خبرة ونتعاون مع مؤسسات عالمية، وإن شاء الله حضرتك بإذن الله سيادتك والسادة المشاهدين يكون ليكم سبق في إنك تسمعوا أخبار مشجعة جدا في هذا المكان. إنما موضوع البلازما موضوع ماشي كويس قوي، وبدأ التنفيذ ودراسات كانت عميقة جدا معمقة لغاية ما سيادة الرئيس وصلنا إلى المراحل النهائية وقابل رؤساء الشركة واداهم توجيهات معينة، وبدأ التنفيذ الفعلي في هذه المؤسسة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة.